مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان اهلا بيكم حلقه جديده من سوبر تايم زي كل يوم على مدار ساعتين بنكون مع حضراتكم باهم الاخبار في الاول وبعدها لقاء مع واحد من نجوم الكره المصريه. الاخبار اكيد البدايه بتكون دايما اخبار ايجابيه. منتخب مصر او البعثه المصريه اللي بتشارك في دوره الالعاب الافريقيه كلنا وراها كلنا بنتكلم على انه عندنا رياضيين جيدين جدا كل اللعبات اللي بتشارك في دوره الالعاب الافريقيه بنحصد ميداليات فيها. الاعلام في افريقيا بيتكلم على انه مصر دايما بتطلع نجوم في كل اللعبات، دايما منافسين اقوياء، دايما بيخوفوا اي حد. النهارده في اليوم الرابع بعد الافتتاح حصدنا 18 ميداليه وده طبعا مقسمين على لعبات كثيره. خلينا نقول لحضراتكم على الابطال اللي حققوه. بدايه من فريد عثمان واحده من النجوم العالميين في لعبه السباحه حققت ذهبيه سباحه 50 متر فراشه. عبد الرحمن العرب ذهبية سباحة 50 متر فراشة علي خلف الله فضية سباحة 50 متر فراشة محمد عيسوي فضية سباحة 100 متر صدر أحمد سالم برونزية سباحة 400 متر متنوع هانيا مورو حققت سباحة ذهبية 200 متر حرة مروان القماش حقق سباحة ذهبية 200 متر حرة ياسين الشماع سباحة برونزية 200 متر حرة منتخب سيدات فضية سباحة 200 متر في أربعة تتابع حرة منتخب رجال فضية سباحة متنوع 100 متر في أربعة عبد الخالق البنا فضية التجديف 500 متر فردي محمد قوطة برونزية التجديف 500 متر فردي سارة سليمان سباحة برونزية 100 متر صدر مريم عبد اللطيف برونزية التجديف 500 متر فردي منى طلع عبد العال برونزية تايكوندو وزن فوق 73 كيلو معاذ عزت فضية تايكوندو وزن تحت 54 كيلو وبعدين ميسون طلبة ذهبية تايكوندو وزن تحت 73 كيلو وأخيرا هداية ملاك ذهبية تايكوندو وهي واحدة برضو من الأبطال العالمين في اللعبة دي منتخب الفروسية كمان حقق ذهبية وأخيرا زي ما قلت لكم هداية ملاك حصدت ذهبية التايكوندو